فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الرضع من الرضاعة أو الرضاعة من هذه الرضاعة الحديثة يعتبر رضاعا محرما أم لا بد أن يكون مباشرة من ثدي المرأة؟ لا، ما يشترط أن يكون مباشر. لو سقي اللبن أو حط في رضاعة أو أدخل من أنفه كله محرم، لأنه يصل إلى الجوف ويغذي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.